نشرة الأخبار المتواصلة معكم من قناة طيبة بأسوان. وفيها انطلقت بمحافظة الوادي الجديد أعمال المبادرة الرئاسية بداية لبناء الإنسان، والتي تستهدف تحقيق تنمية بشرية حقيقية بين أبناء القرى والمدن بالمحافظات المصرية. ودشن محافظ الوادي الجديد الدكتور محمد الزملوط أعمال تلك المبادرة التي تابعها الزميلان خالد عز الدين ومحمد حسين. بداية جديدة لبناء الإنسان. تحت هذا الشعار انطلقت المبادرة الرئاسية بداية التي تستهدف وصول الخدمات التي تقدمها الدولة المصرية لكل إنسان في جميع قرى ومدن مصر. وفي الوادي الجديد دشن محافظ الوادي الجديد لواء دكتور محمد الزملوط وقيادات المحافظة التنفيذية أعمال تلك المبادرة، مؤكدا بأن أعمال المبادرة تنطلق بين قرى ومدن المحافظة من أدناها إلى أقصاها، مؤكدا بأن جميع القطاعات التنفيذية لديها خطط عمل مستمرة لمدة 100 يوم من أجل الارتقاء بالخدمات وتحسينها للمواطن. احنا بقى لنا اكتر من شهر بنعدل هذه المبادره بالتنسيق مع الوزارات المختلفه ومجلس الوزراء، والحمد لله جميع الاجهزه المحافظه اشتركت فيها، اذا كان الصحه، اذا كان الاسكان، اذا كان التنميه المحليه، اذا كان التضامن الاجتماعي، وزاره العمل، وزاره الثقافه، هيئه البريد، كل الجهات اللي بتقدم خدمه للمواطن في ربوع الوادي. وبعدين احنا بنبدا بنتكلم من فرافره لغايه العوينات حوالي يمكن 1200 كيلو مثلا، فكل الخدمات المترقبه بتوصل للمواطن في القريه وفي الريف وفي يعني اعماق الصحراء مثلا في الفرافره او في العوينات، بحيث بتقدم خدمه للمواطن بدل ما ينتقل للمدينه ويؤدي مثلا هيدفع مثلا فاتوره ميه، يدفع فاتوره اسكان، يدفع صندوق اراضي. فكل الحالات الحاجات دي كلها الحمد لله متوفره في المحافظه، بحيث ان احنا ويمكن المحافظة الوادي الجديد واخده اولويه كبيره جدا جدا في هذه الخدمات المتنقله، بالاضافه ان احنا على مستوى حتى شباب الرياضه بالمسابقات، بالاهتمام بابناء المحافظات الحدوديه. فكل ده بدايه الانسان المصري وبدايه الانسان المسابقات من 2014، وان شاء الله الافضل والاحسن باذن الله. بهني اهل وادي الجديد وبهني اهل مصر كلها لهذه البداية الجديدة التي تمثل انطلاقة لنا جميعا. أما عن فرع المجلس القومي للمرأة فهينفذ خطط وتدريبات وبرامج تستهدف المرأة والسيدات في كافة الأعمار، والحدث الأهم هو استخراج بطاقة الرقم القومي مجانا من سن 15 إلى ما فوق للحالات الأولى بالرعاية وطالبات المدارس الثانوية وما يعادل. هذه المبادرة فعلا اللي هي تعتبر ميلاد جديد لوطن جديد، لنهضة جديدة، لتنمية جديدة عمرانية وفكرية وثقافية. ويكفي ان احنا شايفين يعني كده، لو الكاميرا تجيب اخواننا كلهم الموجودين هنا، المبادرة مشترك فيها كل يعني كل قطاعات المجتمع، القطاع الديني، القطاع الكنسي، قطاع الاسعاف، قطاع الصحة، القوى العاملة، التربية والتعليم، كل الوزارات عشان ما ننساش حد، والشباب على رأسهم طبعا وزارة الشباب. وده دليل على ان الدولة ان شاء الله دولة ناهضة ودولة فتية ودولة بتسعى وبيدفع من خلفها معالي فخامة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي حفظه الله ورعاه بكل ما أوتي من قوة لتتبوأ المكانة اللائقة بها وسط الأمم. وفعلا فعلا مصر هي أم الدنيا وهتبقى قد الدنيا، وهي فعلا أم الدنيا وقد الدنيا إن شاء الله بمشيئة الله تبارك وتعالى. الحقيقة إن دي أفكار حلوة جدا جدا من سيادة فخامة الرئيس إن يهتم بالإنسان في كل مجالاته، وهذه البداية بداية جيدة ولها أهميتها في بناء الإنسان وبناء توعوي وإرشادي وتوجيهي ورفع من معنويات الإنسان ورفع من مستوى تفكير الإنسان وذهنه والاهتمام بكل الجوانب. وهذا المكان اللي جمعنا في هذا اليوم دلالة على اليد الواحدة وعلى الفكر الواحد وعلى أن مصر بخير، وإن شاء الله هتظل مصر بخير. احنا قطاع الشباب والرياضه مشاركين في المبادره اللي هتمتد لمده اليوم 100 يوم، طبعا بفعالياتها يوميا ان شاء الله بارجاء ومختلف اماكن على مستوى محافظه الوادي الجديد. ان شاء الله طبعا بصفتنا طبعا ممثلين عن قطاع الرياضه بالمحافظه هيتم تدشين وتنفيذ العديد من الفعاليات والانشطه الرياضيه خلال الفتره القادمه. يتم تنفيذ بعض من القوافل الرياضيه، يتم تنفيذ كمان دوريات مختلفه من كره القدم و كرة الطائرة وتنس الطاولة، كمان الكاراتيه وألعاب القوى. المبادرة ديت بداية جميلة جدا من السيد رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي، وطبعا احنا كشباب ورياضة من خلال هذه المبادرة طبعا احنا بنقوم بأعمال يعني تفيد الشباب، ودايما احنا موجودين في كل مكان وخصوصا مبادرة بداية.
من الوادي الجديد خالد عز الدين لقناة طيبة.